فاتحة الكتاب التكبيرة الثانية نصف التشهد الأخير التكبيرة الثالثة الدعاء للمتوفى والمتوفاة بخالص الدعاء التكبيرة الرابعة الدعاء لنفسك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات التكبير في السر ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الله أكبر. يوسف ريت على ابتلاء في المرض يعني مش بس احنا هتوحشنا في الامور لكن هي كمان عظيمة صهير ربنا يرحمها ويسكنها أرجو ربنا إن الكلمة اللي يجعل ربنا روضة من رياض الجنة هي وناس كتير قوي بحبهم. أنت تواصل بينك وبين الفترة الأخيرة؟ للأسف الشديد لا لأني أنا في الطائرة. ألف سلامة على حضرتك. ألف سلامة على حضرتك. حضرتك اشتركت معاها في أعمال قبل كده أو يعني كنت اشتغلنا مع بعض كتير جدا في التلفزيون. وكانت مرتبطة بيتي. أنت عارفة هي في البيت عندي أو أنا في البيت عندها وهكذا. كنتوا أصدقاء يعني؟ اللهم اغفر لهم وارحم حاجناتك. اللهم ان كانوا محسنين فزكي احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز يا رب عن سيئاتهم. اللهم ادلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وعشيره خيرا من عشيرتهم. اللهم ادخلهم الجنه في اعلى عليين مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم وشكر الله سعيكم جميعا. شكرا الله سبحانه وتعالى. عزاء الفنانة الكبيرة شهير المجدي بكرة هنا في مسجد الشرطة. العزاء بكرة هنا في مسجد الشرطة بإذن الله.